دلوقتي هنتكلم عن solving limits at a point. طيب ازاي انا بحل limits at a point؟ اول حاجة ان انا هبتدي اشوف هل هي انه value من الفاليوز اللي احنا اتعرضنا ليها قبل كده في الجرافيكال، ان انا اشوف اذا كانت unspecified ولا undefined ولا تديني value. طب الكلام ده هيحصل ازاي؟ قال لي الاول لازم نبتدي ان انا اعمل direct substitution. هنا لازم اعمل direct substitution بمين؟ بالvalue بتاعت اللي هي tends to the limits. طيب هنبتدي نعملها ازاي؟ نعمل direct substitution. هنا هاخد ان x tends to negative 3، اوكي، اعوض بيها مكان x، يبقى انا كده هحط مكان x هنا negative 3 تبقى 2 to the power of 2 plus 4 times negative 3 plus 3، اوكي، وتحت هتبقى negative 3 2 to the power of 2 minus 9. لما عملت direct substitution هنا بقى 9 minus 12 negative 3 plus 3 يدينا 0، وتحت 9 minus 9 هتديني 0. كده unspecified اللي هي 0 over 0. طالما 0 over 0 يبقى انا لازم اخلص من 0 factor. ايه 0 factor؟ اللي هو مسبب لي 0 فوق ومسبب لي 0 تحت، اوكي؟ يبقى مين 0 factor ده؟ هو يبقى التندس اللي انا عوضت بيه. يعني انا معوضت عن x ايه؟ tends to negative 3، كأني جبت negative 3 كده مع x من جوه، هتبقى x ايه؟ plus 3. هو ده 0 factor اللي انا هدور عليه واشيله من فوق ومن تحت. طيب عندنا طرق كتير ان احنا نقدر نعمل بيها ايه، اخلص بيها من الزيرو فاكتور. ايه هي؟ اول نوع منها لو الفانكشن ينفع يتعمل لها فاكتوريزيشن. اول ما هيبتدي يتعمل فاكتوريزيشن دي هلاقي طبعا ظهر لي زيرو فاكتور. هنا طبعا نوع فاكتوريزيشن اللي موجود فوق هو ده ترينوميال اللي هو اكس باور 2 واكس وابسوليت. يبقى ده اقدر اعمل له فاكتوريزيشن. هعمل الفاكتوريزيشن ازاي؟ ادي ليميتس when x tends to negative 3 value بتاعت الليميتس هنا، هعمل فاكتورايز للترينوميال ده 2 brackets. last لما بيبقى positive يبقوا the 2 brackets as a sign of middle. يبقى انا لما الاقي الايه الاخير positive ابص لمين؟ للميدل. ميدل لقيته بوزيتيف يبقى الاثنين التو براكتس ده بوزيتيف وده بوزيتيف. طالما اللاست تيرم از بوزيتيف يبقى ذا ميدل تيرم ذا ساين اوف ميدل تيرم دي هاخدها هنا وهنا للتو براكتس. طب انا عندي 3 فاكتورز اوف 3 هي 3 تايمز 1 بس، اوكي، يبقى هنا هقول 1 وهنا 3. اكس باور 2 هعملها فاكتورايز هنا اكس اند اي اند اكس. طيب تحت بقى هنا ده ديفرنس بين تو سكويرز. ازاي ده؟ الباور عليه ايفن، الاكس عليه الباور ايفن، وال9 دي ينفع اجيب لها سكوير روت، وبتوين ذم اي ماينس يعني ديفرنس بين تو سكويرز. كده ده تو براكتس قد بعض زي بعض مختلفين في الساين، يبقى واحد بوزيتيف والتاني نيجاتيف. روت اكس باور 2 اللي هو اكس احطه هنا وهنا. روت 9 اللي هو 3 يطلع هنا وهنا، يبقى ده الديفرنس بين تو سكويرز. هبص للشكل كده اللي موجود عندي هلاقي هنا الزيرو فاكتور ظهر عندي. احنا اتفقنا ان الزيرو فاكتور هو اكس بلس اي اكس بلس 3، الاقي اهو اكس بلس 3 موجوده هنا وموجوده هنا، هو ده اللي مسبب لي زيرو فوق وتحت. يبقى ده يروح مع ده، خلاص كده انا خلصت من زيرو فاكتور. يبقى اعمل ايه بعد كده؟ ارجع اعوض تاني، اعوض بنيجاتيف 3 عشان اشوف فاليو اوف ليميت. يبقى انا عندي هنا نيجاتيف 3 بلس 1 في البراكتس اللي فاضل عندي هنا اهو، ونيجاتيف 3 ماينس 3 في البراكتس اللي انفينيتي نومينيتو من تحت. الفاليو بتاعتنا كده يبقى نيجاتيف 2 اوفر نيجاتيف 6 اللي هي تدينا 1 اوفر 3. Example هنا بيقول ايه؟ find the limits when x tends to negative 1، okay. x power 2 minus 3x minus 4 where x power 2 over x power 2 minus x minus 2.
برضه زي ما قلنا قبل كده، لازم ابتدي اعمل دايت سبستيتيوشن الاول، اشوف هل هي ان سبيسيفايد ولا لا. يبقى هبتدي اقول له نيجاتيف 1 هو اللي هعوض بيه مكان اكس، يبقى نيجاتيف 1 باور 2 ماينس 3 تايمز نيجاتيف 1 ماينس 4 اوكي، اوفر تحت نيجاتيف 1 باور 2 ماينس نيجاتيف 1 ماينس 2 اوكي. الريزلت هنا يبقى 1 بلس 3 4 ماينس 4 0، وهنا برضو هيبقى 1 ماينس بلس 1 2 ماينس 2 ايكوال 0، يبقى انا سبيسيفايد. يبقى انا لازم كده اخلص من 0 فاكتور من فوق لتحت. قلنا قبل كده 0 فاكتور من الحته دي ان انا عكس الساين بتاع دوت، يبقى اكس اي بلس 1، يبقى 0 فاكتور اكس بلس 1. يبقى هروح احاول ان انا اعمل الفاكتوريزيشن. الفاكتوريزيشن هنا يبقى ليميتس وين x tends to negative 1، ويبقى فوق هعمل فاكتوريزيشن ايه للتو براكتس، x power 2 تبقى x and x، بعد كده negative 4 last هنا negative، طالما last negative يبقى one of the two brackets positive and the other negative. 4 تبقى 4 way 4، انا عندي عشان تديني 3 4 and 1، بحط الساين بتاع الميدل للكبير اللي هو نيجاتيف 4، وهنا يبقى 1. وممكن نجيبها بالكالكليتر بمود واختار منه كويشن اللي هو 5، وبعد كده يطلع لي شكل الكويشن يقول لي ايه بكام، اللي هي الاي هي الكوفيشن بتاع x باور 2، بي هي الكوفيشن اوف x، وسي اللي هو الابسوليوت تيرم، احطهم على الكالكليتر واحسب. اوكي هيطلع لي 2 روتس اقلب عكس الساين بتاعتهم في قلب البراكتس من جوه. هنا انا عندي x باور 2 برضو ده ترينوميال، يبقى x and x last negative يبقى واحد negative والتاني positive، and negative 2 يبقى كده انا هقول له 2 and ايه and 1. اوكي كده ظهر الزيرو فاكتور عندي. الزيرو فاكتور هنا اللي ظهر هو x بلس ايه x بلس 1 تحت و x بلس 1 فوق، راحوا مع بعض. يبقى فضل لي مين x minus 4 limits when x tends to negative 1 x plus 4 minus 4 x minus 4 over x minus 2. عوض هنا مكان negative 1 يبقى negative 1 minus 4 over negative 1 minus 2. بالشكل دوت يبقى طلع معي negative 5 over negative 3 يعني 5 over 3. هنا برضو حللنا الليميتس، طالب مني find the limits when x tends to 2 x power 3 minus 8 over 3 x power 2 minus 12. طيب في الحالة دي احنا هنعمل الليميتس ازاي؟ ده نوع جديد من انواع الفاكتوريزيشن، احنا بنحاول ناخده الانواع المختلفة. هنا ده عليه power 3 و 8 دي اقدر اجيب لها كيوبيك روت، بجرب على الكالكليتر كيوبيك روت ليه؟ ل 8 هلاقيته. يبقى ده الساين ما بينهم ماينس، يبقى difference between two cubes. طيب لو بلس، لو الساين ما بينهم بلس برضو يبقى sub two cubes. هنقوله دلوقتي ازاي انا بعمل نوع الفاكتوريزيشن ده، بس لازم اتاكد الاول برضو ان انا هنا دي unspecified، هعوض ب 2 فوق يبقى 2 باور 3 ماينس 8 over 3 تايمز 2 to the power of 2 ماينس 12. اللي فوق عطلنا 0 واللي تحت بحسبه برضو لوحده لقيه ب 0، لان انا لو حطيتها كلها على الكالكليتر هلاقيها ماث ايرور، مش هبقى عارف ان هي unspecified ولا undefined. فانا المفترض ان انا هعمل ايه؟ هحسب اللي فوق لوحده واللي تحت لوحده عشان اعرف هي 0 over 0 ولا 0 over ولا value over 0. طيب هنا يبقى انا هبتدي في الليميتس دي، خلاص عرفت كده ان انا عندي 0 فاكتور فوق و 0 فاكتور تحت، لازم اخلص منه. 0 فاكتور بتاعنا هو ايه؟ هنا x tends to 2 يبقى 0 فاكتور، يبقى x تن x minus mean minus 2 هو ده اللي انا عاوز اخلص منه، لان هو دوت اللي مسبب لي 0 فوق تحت. لما اجي اعمل limits بتاعتنا يبقى limits when x tends to 2 for factorization قلنا difference between two cubes. ده بيتعمل ازاي؟ ده براكت صغير و براكت كبير. الساين بتاعت دي الاشارات اللي بتبقى ما بينهم بتبقى صغيرة، ده زي الاشارة اللي فوق بالظبط، يبقى ده نيجاتيف نيجاتيف.
هنا بتبقى اول اشاره بوزيتيف اللي هو عكس ده، والاخير لازم دايما ايه يكون بوزيتيف، يبقى هنقول الاشاره زيه عكسه دايما بوزيتيف. اوكي طيب نيجي بقى هنا ازاي هبتدي. هجيب كيوب كود للاكس تبقى اكس، كيوب كود فور 8 اللي هو احنا عملناها كالكليت 3، بعد كده اخد الاكس دي اعملها باور 2 واحطها هنا يبقى اكس باور 2، اخد ال 2 دي واعملها باور 2 تبقى 4 واحطها في اللاست تيرم، بعد كده بعمل ال 2 تايمز بار يدوني ميدل تيرم يبقى 2 تايمز اكس 2 اكس. اوكي طيب تحت الفاكتوريزيشن هنا لو لاحظنا انا عندي هنا في 3 وال 12 دي جواها 3، يعني انا عندي هنا كومن فاكتور. ما ينفعش اعمل اي نوع من انواع الفاكتوريزيشن طالما في كومن فاكتور، يبقى اول حاجه بعمل تشيك عليها ان هل في كومن فاكتور ولا لا. طبعا هنا في كومن فاكتور 3 موجوده هنا وهنا، يبقى هطلع 3 كومن فاكتور يتفضل لي جوه 3x باور 2 divided by 3 هيتفضل لي x باور 2، 12 نيجاتيف 12 divided by 3 يدينا نيجاتيف اي نيجاتيف 4. هل كده ظهر 0 فاكتور تحت؟ لا، 0 فاكتور ظهر فوق بس اللي احنا عاوزينه اللي هو اكس ماينس 2، انما تحت لسه ما ظهرش. يبقى معنى كده ان انا اللي لازم هعمل فاكتوريزيشن ليها عشان لغايه ما احصل على 0 فاكتور. يبقى الليمتس في اللي جاي الليمتس هو ان اكس تندس تو 2 عندي هنا فوق، يبقى اكس ماينس 2 تايمز x باور 2 بلس 2x بلس 4 تحت هيبقى الديفرنس بين تو سكوايرز ده باور 2 وده باور 2، يعني اقدر اقول له 2 براكتس قد بعض زي بعض مختلفين في الساين، واحد بوزيتيف واحد نيجاتيف، x باور 2 تبقى x و x و 4 تبقى 2 اند 2. اوكي طيب كده ظهر فعلا زيرو فاكتور عندنا. لاحظت ان انا عندي هنا x minus 2 تحت و x minus 2 فوق، هو ده زيرو فاكتور، خلصت منه، خلصت من اللي مسبب لي زيرو فاكتور فوق وتحت. يبقى انا هعمل ايه؟ هبتدي اعوض ب 2 تبقى 2 باور 2 بلس 2 تايمز 2 بلس 4 وتحت فاضل عندي 3 اهي ويبقى 2 بلس 2 ده 4 4 4، يعني لما احسبهم مع بعض هلاقي اللي فوق 12 واللي تحت برضه ايه 12، يبقى كده الريزلت از ايكوال 1. هنا هنتطرق برضه لبعض افكار البروبلمز بتاعت الليمتس. هنا بيبقى الشكل جايب لي بيقول لي ليمتس وين x تندس تو نيجاتيف 2 x بلس 5 اول باور 2 ماينس 9. اللي لاحظته هنا ان هو حاططها البراكتس باور 2 اوكي، وبعد كده عندي ماينس وهنا 9، ده ينفع اجيب له سكوير روت 9؟ اه، يبقى كده انا عندي هنا ده حاجتين difference between two squares. يبقى لما اجي اعمل الفاكتوريزيشن هنا طبعا بعد ما عوضت بالنيجاتيف 2 طلعت لي 0 over 0 يعني unspecified، هبتدي اقول له هنا limits ايه؟ هقول limits when x tends to negative 2، هعمل فاكتوريزيشن بس انا هعمل بالبراكتس بحاله زي ما على بعضه معايا. ازاي؟ انا هقول له ان احنا عندنا هنا difference between two squares، يبقى انا عندي two brackets اهم زي ما احنا قلنا قبل كده قد بعض زي بعض مختلفين في الساين، واحد بوزيتيف والتاني نيجاتيف. اوكي هنا عندي brackets ده باور 2 فانا ممكن اجيب له square root، square root بيضيعني باور 2، فهنا تبقى في x plus 5 وهنا x بلس ايه؟ x بلس 5، ده البراكتس الاولاني بس جبت له السكوير روت بتاعه هنا وهنا. طيب بعد كده عندي مين؟ عندي 9، 9 هعمل فيها ايه؟ 9 هنا هعملها سكوير روت تطلع لي 3 هنا وهنا. اوكي؟ كده يبقى انا خلصت من الفاكتوريزيشن فوق. لو بصيت تحت برضه ده difference between two squares، difference between two squares يعني هعمل ايه؟ هعمل two brackets بالشكل ده. اوكي روت اكس باور 2 يعني اكس واكس، واحد بوزيتيف والتاني نيجاتيف، وسكوير روت اوف 4 اللي هو 2 اند 2. هل كده ظهر زيرو فاكتور؟ ظهر زيرو فاكتور عندي تحت لان انا احنا قلنا زيرو فاكتور هو ايه؟ عكس الساين بتاعت النيجاتيف 2 هنا تبقى اكس بلس 2، هو ده زيرو فاكتور موجود تحت. طب فوق لا، يبقى في حاجه لسه فيها سمبليفاي هنا.
يبقى انا هعمل ايه؟ هقول له limits when x tends to negative 2. تي simplify 4 5 plus 3 يبقى x plus 8. عندي هنا 5 minus 3 يبقى x plus مين؟ x plus 2. هو 0 factor ظهر عندي فوق اهو لما عملت simplify. عندي هنا x plus 2 times x minus 2. اوكي؟ هنا x plus 2 راح مع x plus 2 اللي هو 0 factor. ابتدي اعوض بالنيجاتيف 2 يبقى انا عندي نيجاتيف 2 plus 8 over negative 2 minus 2. اللي فوق هلاقيها اعطتني 6 واللي تحت negative 4 يبقى تطلع لي negative 3 over 2 ده التوتال بتاعي. في البروبلم هنا برضو نوع او فكره من الافكار الجديده للفاكتوريزيشن. هنا عندي لو ابتدينا نشوف بيقول لي هنا limits tends to a when limits tends to 2 x power 4 plus x power 2 minus 20 over x minus 2. هنا factorization a ده power 4 any power even وهنا power 2 اللي هو half the power بتاع 4 هنا. يبقى ده ممكن يتعمل factorization كأنه trinomial كأنه x power 2 و x يبقى برضو ال x بيبقى الباور بتاعها half ال x power 2. هنا هعوض الأول direct substitution ل 2 2 power 4 plus 2 power 2 minus 20 هلاقيها عدتني 0 فوق وتحت برضو لما عوضت بيها 2 minus 20 دي 0 يبقى unspecified. يبقى كده هطلع 0 factor limits هنا بالشكل ده when x tends to 2. هعملها ازاي؟ هقول له 2 brackets on x power 4 تبقى x power 2 and x power 2 negative 20 plus the negative يبقى واحد negative والتاني positive 20 2 عندي 4 times 5 4 times 5 يبقى difference between them 1 اللي هو 4 times 5 كده يبقى كده x power 2 minus 4 times x power 2 plus 5 بحيث ان الميدل تيرم بتاع 2 brackets دول هيديني بوزيتيف 1 اوكي وتحت x minus 2 0 factor اللي موجود تحت اوكي ظاهر جاهز. انما المشكله عندي ان 0 factor لسه ما ظهرش عندي فوق. يبقى كده طالما مفيش simplify يبقى هعمل factorization تاني. هنا هقول له يبقى limits when x tends to 2 وفوق مين اللي ينفع factorization تاني؟ x power 2 minus plus 5؟ لا طبعا احنا ما عندناش حاجه sum 2 squares. انما عندي difference between 2 squares هو x power 2 minus 4 دوت هو اللي ينفع difference between 2 squares. فهعمل له factorization تاني 2 brackets قد بعض زي بعض مختلفين في الساين واحد positive والتاني negative. اوكي x power 2 تبقى x and x و 4 2 and 2. اوكي طب ال brackets التاني لا سيبه زي ما هو هو x power 2 plus 8 plus 5 ميبقاش فيه مشكله عندنا. وهنا x minus 2 موجوده تحت. بعد كده ظهر 0 factor 4 و 0 factor موجود تحت ده راح مع ده فضل لي كده limits when x tends to 2 ل x plus 2 اوكي x power 2 plus 5 بس لان تحت باين 1. ابتدي اعوض ب 2 هتبقى equal 2 plus 2 2 power 2 plus 8 plus 5 يبقى 4 و times 9 بدينا 36. هنا برضه احنا تعرض لفكره جديده من الافكار بتاعت الليمتس. هنا لما ياخد 1 برضه اعمله دايركت للسبستيتيوشن ان اكس هنا طيب هيطلع ايه معايا هنا؟ يبقى انا هيجي لي كده 2x 2 times 1 minus 2 over 1 minus 1 all power 5 يعني 0 plus 2 times 1 minus 2 كده فوق طلع عند 0 تحت 0 يعني unspecified. يبقى بالشكل دوت انا خلاص كده unspecified. يبقى هدور على 0 factor. 0 factor عندنا هنا هيبقى x minus مين؟ x minus 1. عيني عليه كويس قوي لان هيفيدني كتير. طبعا هنا بعد ما عوضنا هبتدي ادور على 0 factor. 0 factor اللي موجود عندي هنا هو x minus 1.
طيب حلو، او انا كده هاجي بايه من فوق، المفروض يطلع معايا اكس ماينس 1 دوت، اجيب منه زيرو فاكتور اكس ماينس 1. لاحظت هنا ان 2 موجوده هنا وهنا، يعني ده كومن فاكتور، يعني دول كده ايه كومن فاكتور، يبقى انا هحول له ليميتس وين اكس تندس تو 1، يبقى فوق في كومن فاكتور 2، اخذنا كومن فاكتور 2 لقيت اكس ماينس 1 اهو ظهر عندي، يعني 2x ديفايدد باي 2 حطينا x، نيجاتيف 2 ديفايدد باي 2 از ايكوال نيجاتيف 1، يبقى دوت كده ايه ظهر زيرو فاكتور. لو لاحظت بقى برضه وركزت كده بس في الشكل اللي موجود قدامي، هلاقي هنا في 2x ماينس 2 برضه زي اللي فوق، يعني في كومن فاكتور هنا غير البراكتس اللي عليه باور 5، يبقى البراكتس اللي عليه باور 5 ده مش هيعمل لي مشكله. انا هنا بس ببص اشوف اقدر احصل على زيرو فاكتور منين. ادي اكس ماينس 1 نفسه ده هو زيرو فاكتور، اوكي باور 5. وبعدين اخدنا من اللي تحت دوت برضو ال 2 كومن فاكتور من هنا ومن هنا، يبقى انا طلعت عندي 2 كده وبقى اكس ماينس 1 برضو، يبقى انا عندي هنا اكس ماينس 1 وهنا اكس ماينس 1. حلو الكلام، كلام جميل. يبقى انا عاوز اطلع من هنا بالزيرو فاكتور من فوق وتحت، ما اقدرش اعمل كده الا لما انا اجيب مين الكومن اللي موجود هنا كومن فاكتور براكتس، طول ما هم ما بينهم بلس ما ينفعش ان انا اكنسل الزيرو فاكتور، لازم يكون ما بينهم تايمز عشان كومن فاكتور. يبقى هنا ليميتس وين اكس تندس تو 1، هقول له ان احنا عندنا 2 اكس ماينس 1 فوق وتحت، هنا هاخد اكس ماينس 1 كومن فاكتور بين ذا 2 تيرمز 2. اوكي يبقى فاضل لي في الترم الاولين، انا اخدت اكس ماينس 1 يبقى فاضل منه اكس ماينس 1 باور 4، هنا اكس ماينس 1 يبقى فاضل لي بلس 2. اوكي كده تمام، يبقى كده ظهر زيرو فاكتور تحت وزيرو فاكتور فوق ككومن فاكتور، يبقى هعمل لهم ايه؟ هقول له زيرو فاكتور بالسلامه يا رب. يبقى هنا فاضل لي مين؟ ليميتس وين اكس تندس تو 1 فوق فاضل 2 وتحت فاضل لي البراكتس اللي هو اكس ماينس 1 اول باور 4 بلس 2، زي ما اتفقنا اول ما الاقي هنا خلصت من زيرو فاكتور من فوق ومن تحت، هعمل ايه؟ اعوض تاني ب الليميتس بتاعتنا اللي هو 1، يبقى انا عندي هنا 2 وهنا 1 ماينس 1 اول باور 4 يعني 0 باور 4، اوكي 0 باور 4 بلس 2 يبقى عطانا 2 فوق وتحت 2 اوفر 2 از ايكوال ايه؟ از ايكوال